طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. يعني الكلام اللي قاله اخونا الدكتور جمال، بس اذكر بالعربي ان شاء الله عندنا قيام الليل لمن يعني يريد الساعه 4:30 ان شاء الله باذن الله، نصلي 4 ركعات ونوتر، ومن شاء ان يوتر الان بعد الخاطره يعني ان شاء الله يستطيع ان يوتر ايضا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الوتر لا في سفر ولا في حضر ولا سنة الصبح، لا سنة الصبح ولا الوتر، لا في سفر ولا في حضر. So you can pray with even after this hadar, you can pray with, because Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم used to keep praying with even if it's raka or rajla, and also to work out sunnah before fajr, he never missed it. So صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ما عنوان الكمب؟ عنوان المخيم ايه؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه الآية. This the theme of the camp. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. This verse in which سورة؟ طلاق. سورة الطلاق. سورة الطلاق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يعني ركز على عده نقاط في هذه يعني الخاطره ان شاء الله. اولا معرفه العبد بربه هي التي تقوده الى التوكل. معرفة العبد بربه ومعرفته بضعف نفسه. احنا ضعفاء ولا اقوياء؟ The question now, are we weak or strong? Weak. Poor or rich? Poor. Even if you are millionaire. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. احنا ضعفاء، we are in need. لقد نصركم الله ببدر وانتم اذله، وانتم اذله، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. تبع معرفه العبد بربه، ربنا سبحانه وتعالى عرفنا بنفسه. قل الله تبارك وتعالى قول اصل وتمسك، قال قل من بيده ملكوت كل شيء، من بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون، فسيقولون لله قل افلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء. الحقيقة أول الإنسان ما يظن أنه قادر على شيء هذه بداية هلكته. ما يظن الإنسان أنه مش محتاج ربنا هذه نهايته، هذه هلكته. When the person thinks that he doesn't need Allah anymore, he has everything. He doesn't need Allah. That's the beginning of failure. He failed already. يعني قارون جماعة اللي حواليه بيقولوا له يعني ربنا اللي اداه المشكلة ولا ايه؟ ربنا اعطاه. قال له ماذا تعبي وعلي شقاري؟ قال انما اوتيته على علم عندي. انما اوتيته على علم عندي. نسي انه الانسان منا احيانا ينسى انه ولد من بطن امه كما جاء في الحديث القدسي، لا له سن يقطع ولا يد تبطش ولا رجل تسعى. We came out from our mother, we do not have even teeth or hand to work or feet to walk. We are disabled. But سبحان الله، الله gave us this strength. Then وسبحان الله فلما قوي عودك واشتد باع واشتدي بالمعاصي. لكن الانسان لما يكبر كده
العلق في سورة العلق. سورة العلق اللي هي ايه؟ سورة ايه؟ اقرأ. يقول فيها: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. سألك الإنسان ما إيه؟ قلنا خلاص الحمد لله. I have been graduated, I have house, I have car, I have job, I have that, I have that. للمرض. Why I have to waste my time in the masjid? Why I have to start with Islam and the Salah and الحمد لله. Everything great. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك الرجعى. ولذلك التوكل أهم شيء في التوكل إيه؟ إن الإنسان عشان فعلا يبقى متوكل بحق يفكر في ضعفه. عشان كده الإنسان منا ربما كما قال العلماء تؤذيه البقة. الإنسان ده تؤذيه البقة. عارفين البقة ولا لا؟ عارفينها. وتقتله الشرقة. بس الانسان يشرب شويه ميه كده وين؟ دهن فيهم كده وين؟ يموت فيهم. وتقتله الشرقه. يعني لو بس ناموسه بعوضه دخلت في عين الانسان لا يستطيع الانسان اتمام القياده. مين اللي هو من اللي يتولاه ويحميه ويرعاه؟ الله. يبقى اذا لابد ان نعترف بضعفنا امام الله. يا رب إنا ضعفاء، إنا أذلة، إنا في حاجة، وأنت المستعان، أنت القوي، أنت من تقول للشيء كن فيكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. دي النقطة الأولى. يا ترى إحنا ضعفاء؟ لأن الواحد منا يشوف يعني أنا يعني بطلب الدعاء لأخينا الشيخ علاء رمضان، نسأل الله أن يشفيه الله شفاء لا يغادر سقما، وأن يرد إليه عافيته كاملة غير منقوصة، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. لكن الإنسان يعني بيتعلم، ممكن الإنسان يبقى النهارده بيتكلم وبيمشي وبيصلي وبيركع وبيسجد، وبكره مش عارف يسجد تاني ربنا. وبكره مش قادر تاني. بيبي صوان ناوز بولينج باك اند فورس بلاينج بروستريتنج فور الله ذن تومورو از نوت ايبل تو دو ات. شيخ علي جاب سجن ان فيو دايز ذن ناو هي نيدز يور دعاء. هيز ان ذا بيد هي كانوت ايفن انسر ذا فون. He can't answer the phone. Even he cannot now يعني accept any visitors in his room. So what he requested دعاء from everyone. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء أنت لا يغادر سقما. النقطة الثانية: ذكر الله تبارك وتعالى التوكل في القرآن وبينه من خلال أمثلة. أمثلة يعني احنا عندنا مشكله دلوقتي عاوزين نجيب حاجه لها علاقه بالواقع اللي بنعيشه. يعني احنا الان عايشين في وسط ناس ما يعرفوش الاسلام ولا لا؟ ناس بيشوفونا يشوفوا المراه المحجبه يعني يستهجنوا ذلك. Maybe now we are living between some people زي المرض. No, what is Islam? When they see a lady or girl in the school or so with hijab or a young man praying in the college or so, many people they do not know what is this. So, for some reason, because of our weakness in Iman, some people they say, okay, I prefer the girl is not to wear hijab because that will protect them. Do you think that's right? Right or wrong? Wrong. Wrong for sure. ايه الدليل على كده؟ ايه الدليل المغلط؟ Why it is wrong? Because that's the best way to speak fast and to keep yourself connected with Allah even if you lie. That's the best way. لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الحافظ، فالله خير حافظا. سيدنا موسى عليه السلام أمه كانت خايفة عليه من مين؟
فرعون. كيف عليهم فرعون؟ The mother of Musa. She was scared from home. From Pharaoh, from there. Then what happened? He raised him. He was a he went there. Musa alayhi salam, maybe in the small boat or box, he became there under the palace of Pharaoh. And he's there now. What the expectation now? You will kill him? What happened? Who predicted him? Allah. Who predicted Pharaoh from killing him? Allah. Who put the love in the mother of Fir'aun to love Musa alayhi salam? Allah. Allah. That's مشكلة وبس. ده الأكبر من كده والأكبر من كده والأعظم من كده أن الله تبارك وتعالى برحمته الواسعة رد موسى إلى أمه ترضعه. واللي يدفع الأجرة مين؟ فرعون. سوشيال سيكيورتي من فرعون. ويك فروم فرعون. ويك فروم غاد. فروم فرعون. Everything came from Pharaoh. Subhanallah. Musa, he came back. They tried to find anyone to feed him. No one. So finally, they found the mother of Musa. Khudi, please, please, can you feed him? And he will pay you whatever you want. Allahu Akbar. And if I give you the answer, مش هو بس ربنا كمان بارك جوه قصر فرعون فجعل امرأة فرعون تؤمن بموسى امرأة فرعون تؤمن برسول الله موسى وتكون من المؤمنين ايضا وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت هو فرعون هو قصر فرعون مش هو امريكا مش هو لوس انجلوس لكن هو قصر فرعون اصرت على ايمانها لم تتنازل عن دينها لم تتنازل عن سمع ربها رب ابني لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين فصارت في الجنه وستكون زوجه لمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقت فرعون ستكون زوجة مشكلة فرعون في داهية راح يروح في داهية لا في جنة. يعني تكون زوجة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف النعمة الموجودة ولذلك ذكر الله ذلك ليه ربنا ذكر لنا التفاصيل دي؟ ليه ربنا ذكر لنا؟ Why Allah mentioned all the details of the story of Musa? For what? What is the lesson? What is the benefit from the stories in the Quran? اعلم انه لو تخلى عنك الله بمعيته هلكت وان كان معك افلحت ونجحت كان ربنا معك وشوف ولا تسال سؤال من منا وهو صغير وهو يدرس توقع انه سياتي الى امريكا ويكون عنك كذا وكذا وسياتي الى هذه الاماكن مين؟ من منا؟ Who knows before when we were young that we will come to America here? Who knows? No one. Who planned to come? No one. But who brought us here? Allah. Allah. ربنا هو اللي جابنا. ربنا هو اللي جابنا هنا. وهو اللي كتب لنا لقمة هنا. وهو اللي كتب لنا كتب لنا حياة هنا. الذي معنا نأتي اليوم بعد أن يمكن لنا هل نتجرأ مع صار ونقول صحيح مع الشيء في أمريكا خلينا النهاردة نقلع إيه؟ الحجاب وبكرة نقلع حاجة من تحت شوية بنطلون وبعده مش عارف نعمل إيه وبعدين وبعدين ضاع الدين خلينا النهاردة للأولاد شوية من الصلاة قوي عشان ما تلفتش الأنظار وبكرة ما فيش صيام
عشان برضو ايه يعني وقت ما يعني يطول كمان شوية يطول ويبقى هايف ومش لازم او بلاش مش عارف ايه. لا احنا بعد ان انعم الله علينا بهذه النعم وجب علينا ان نزداد تمسكا بدين الله. طب واحد يقول طب لو حصل لنا هذا معلش لو حصل لنا هذا في الله معلش if something happened even we dislike in this life for the sake of Allah we accept may Allah reward us. والذي في شاعر يقول مثل شاعر حاول ترجمه طبعا شو شاعر بيترجم سهل يعني فبيقول في قضية التوكل فبيقول فهو حقي حق الله يعني عليه فهو حقي لأسلمن لأمره في كل نازلة وضيق خناق. موسى وإبراهيم لما سلم لله موسى وإبراهيم لما سلم من الإغراق والإحراق سلم من الإغراق والإحراق. ولذلك يعني عاوزين ايه يبقى قضية التوكل من قصة سيدنا موسى اللي وعى سيدنا موسى في يعني بين أنياب عدوه بين أنياب عدوه الله في نفسه كده بيسموها العلماء نكتة نكتة بس مش نكتة النكتة بهاي المحبة نكتة دنيا نكتة لطيفة يعني شيء طريف. يقولون في اثنين موسى في بني إسرائيل اثنين موسى مش موسى واحد تو موسى نطوان موسى بن عمران البروفيت موسى بن عمران وتتغذى موسى موسى السامري السامري اسمه موسى برد موسى السامري عشان بس فكر كده في موسى السامري وموسى بن عمران موسى بن عمران النبي موسى السامري دجال شنو العلم؟ موسى السامري ولدته أمه ثم ماتت ولدته في الصحراء ثم ماتت. موسى السامري his mother delivered him in the desert and she died. He's been few days. Then what? Who's taking care of him? Who will feed him? الله سيد جبريل جبريل عليه السلام تتكلفه جبريل يتكلف موسى السامري أنه سيتكلف موسى السامري جبريل موسى بن عمران موسى بن عمران بروفيت موسى هي هو تكلفه فرعون so the one taking care by فرعون became prophet. The one took care by Jibreel became a Samari. ذلك المضلل idol worshiper. Who can guide on this guy? Allah. الهداية في يده. عشان كده every Friday we hear this verse. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اوعى تفكر ان انت هتعرف يعني تهدي حد من عارفه كده. سيدنا النبي عليه السلام بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم يوش تو جايد هيز انكل ابو طالب فور مينتس ان شاء الله حتى لو بيت يعني كمل يا شيخ كمل الله نسيب الله من يهدي الله فهو من يهدي الله فهو المهتدي ما يضل فلن تجد إياك أن تظن أنك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ بيد عمه أبي طالب إلى الله أراد بشه عبد أبو طالب أبو طالب جاءك يا فروف سلمي إيدي ده غلط فور إسلام سبحان الله تسكينيز هم تسكين بوز أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله سيد
If Allah does not accept him to say, والله he will never sin. He will never sin. ولذلك احنا هنا بحول الله دلوقتي اللي هدانا فيه عشان كده لما في سوره الاعراف في ايتين الواحد كل ما يقراهم يقف عندهم يعني يقول سبحان الله سوره الاعراف صدرت سوره الاعراف والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. طب ولو حبينا بعضنا دلوقتي شطارة مننا؟ أبدا والله لا. حتى حبينا بعضنا مع ربنا. ونزعنا ما في صدورهم من غل. إخوان تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله. شوف حتى في الجنة المؤمنين يقولوا في الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا أرسل الرسل وهدانا وقبلنا وجعلنا مع من تبع النبي ما جعلناش مع أبو جهل وأبو لهب كان ممكن يكون من نص التالي ولا لا فربنا خلانا جماعة الطيبين اللي مشوا ورا النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن اللي ربنا قالنا عليه طلع كله صح كل اللي ربنا وعدنا صح أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله وإيه كمان ويبغونها عوجا يا ترى في حتى من المسلمين دلوقتي يبغونها عوجا والله والله يا كثير من المسلمين عاوزين العمليه معوجه مش ربنا يقول اهدينا الصراط المستقيم وهم عاوزينها ايه؟ عوجا الله تقطع اصل سوره الفاتحه او الله جاي اصل ستريت باث بس هي سلايد ستريت باث they want to go around. Huh? Even subhanAllah, you can find some people, if they have a question, they need fatwa, they need answer for that question, or they ask the Shaykh al-Fan. Alhamdulillah, Shaykh al-Fan arrived, but he did not catch us in another prayer. So fashion, inshallah, is everything for him. So, يعني الحمد لله يا رب العالمين في ناس عاوزينها عوجة لما يسأل سؤال يسأل الشيخ عثمان اللي كان بتاعته ما عجبتوش الشيخ عثمان بيجاوب القرآن والسنة ما عجبوش قال لا أسأل أفضل سيبه راح يسأل الشيخ حمدي برضه ما عجبوش راح ينور لحد ما لقى الشيخ ايه؟ سلطان الشيخ فتح فقال له حاجة عجبته فيبغونها عوجا سبحان الله دول ربنا يهديهم دول متوكلين على الله لا هذا التوكل على الله التوكل على الله ان تعلم انه له هو المالك الملك هو القوي هو العلي الاعلم هو صاحب التشريع هو يامر واحنا ايه؟ نطيع قالوا سمعنا واطعنا اخي بقى بالعشر جاهزه لو انت عاوز توكل if you decide to have case, immigration especially, and this is from China. You have case. You, for example, you married or so, or you want to bring your parents or so. So you need lawyer to file case for you. You will go for a weak one or strong one? Strong one. Strong one. What the first step when you go to the lawyer? أول ما نروح للمحامي أول حاجة نعملها له إيه؟ توكيل نعمل له إيه؟ توكيل توكيل شو اسمه توكيل؟ توكيل You will sign authorization for him. It means what? This lawyer will
representing. It's a court everywhere. Your wakil, your wakil. And just what to update, to see what is going on in your case. You will call the court or call the wakil? The wakil. The wakil? You will call the wakil. So, what is our wakil? Allah. Rabbina yaqul, وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. سيدنا يعقوب يقولون يعقوب عليه السلام حينما قال لأولاده قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف والأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Oh my kids, go and look for Yusuf and Benjamin. May Allah bring them back. Yusuf 40 years ago lost. You think he will come back? If Allah wish, he will come back. He came back or not? Yes. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا صدق التوكل وصدق التوكل لا يتنافى مع الأسباب. If you are handy now, if you say now, if you told him, توكل على الله إن شاء الله and ask Allah to lead you feel full without sunnah. What do you say? Yes, Allah, إن شاء الله ask Allah. The food is ready. So, he will say, ask Allah, I'm a wakil. يعني اثنين الشعب ينزل الناس. So. سبحان الله يقول العلماء نأخذ بالأسباب. والله كلمة كبيرة جدا يقول ابن القيم. يقول نأخذ بالأسباب تعبدا لنؤجر عليها أما النتيجة من عند الله. We are following the means to get the world by doing our best. But the result up to Allah. احنا بنعمل عليه. ممكن تاكل بس ما تحسش بالشبع. ممكن تاكل ويجي لك مغص تخش الحمام تتقيأ اللي انت كلت. ممكن يجي لك شويه اسهال تخش everything done. If you maybe you can eat and you got diarrhea after that and everything done. But سبحان الله if Allah تبارك وتعالى يعني put the barakah I don't know what kind of food like, but subhanAllah, you can eat it and Allah tabaraka wa ta'ala will eat inshaAllah. Feel full. Nasallah tabaraka wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala tawakkul ma'an akhdi bin asbab wa an yaj'al jam'ana mahruma wa tafarruqana min ba'dihi ma'asuma wa an la yaj'al fina shaqiyyan wa la mahruman amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.